حفاظا على السلامة العامة وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، يعمل متطوعون في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص على تعقيم الأفران العامة وتزويدها بالمستلزمات الوقائية والإشراف على العمل فيها. ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، عم نقوم بعمل يومي تعقيم جميع المخابز العامة بمحافظة حمص وتزويدهم بالمعقمات، بالإضافة لتزويد العمال بالملابس الأساسية والوقائية وتدريبهم على التعامل معه. العاملون في مخبز حمص الآلي في حي الإنشاءات يواظبون على الالتزام بالتعليمات الوقائية وإنتاج الخبز بشكل يومي لإيصاله إلى المواطنين عبر معتمدي الخبز في أحياء المدينة. طبعا إنتاج المخبز حوالي 13500 ربطة بشكل يومي، يتم تسليمها إلى المعتمدين وفق إجراءات احترازية ووقائية. تم تعقيم المخبز بشكل يومي مع فريق طبي من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية متخذة في المخبز بشكل يومي، وذلك حفاظا على السلامة العامة. مبادرة تعكس حالة التكاتف الاجتماعي ويعبر فيها الشباب السوري عن أهمية الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بين المواطنين. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.